أخبار اليوم. احنا هنا في شارع حبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية وسط الأحداث الحاصلة، واحنا كلنا عايزين نقول رسالة إلى العالم ان احنا هنا في تونس، احنا مواطنين عرب في بلدنا العربي تونس. مهما حصل معه، مهما حصل هنفضل ندعمه. بنعني طبعا كل شغال النهارده بجد، يعني حاجه مؤلمه بالنسبه لنا كلنا. بنتمنى ان اللي جاي يكون احسن، كلنا بنتحدى ضد الارهاب في كل المنطقه العربيه، بس في مصر، في سوريا، في كل الدول الاوروبيه. بنتمنى الارهاب ينتهي خالص من العالم. نحن جينا لهون مشان نوصل رساله، يعني احنا رسل رساله فن وسلام، فما رح نرجع قبل ما نكمل هاي الرساله. كان في ناس عطلنا لا ارجعوا، ما تكمل المهرجان رح يكمل، ونحن مكملين نوصل رسالتنا للاخر اللي هي رساله السلام والفن والحب والانسان. اقترحوا علينا كفنانين ان احنا نكمل فرجه على الافلام جوه الاوتيل اللي هو في ظهر دلوقتي الاستاذ اللي بيصورنا، نكمل فرجه جوه الاوتيل. قلنا لا، احنا هنتمشى في الشوارع وهنروح زي ما بنروح كل يوم، نروح نتفرج في السينمات اللي جنبنا ومش هنخاف. من اول يوم، من يوم الافتتاح سالونا انتوا خايفين، قلنا مش خايفين، وبعد ما حصل اللي حصل برضه مش خايفين، وهنكمل فرجه على الافلام. ودلوقتي واقفين في الشارع، ودلوقتي احنا واقفين في الشارع طبعا الحظر احنا بنعمل مخالفه سريعه، بنكسر الحظر، ولكن احنا بنتاكد ان احنا موجودين ومش خايفين ومش هنستخبى جوه الاوتيل. بالعكس ورجيهم كيف الناس الصبح رح تكون كلها متجمعه، الجمهور اللي بيجي على مهرجان قرطاج، الالافات اللي بيحضروا السينما. فبكره حتصور بالنهار ورجيهم كيف الناس رح تجي ورح تشوف افلام، رح يكون في نفس الاقبال وما حدا رح يكون خايف ان شاء الله. ربنا يصبر اهالي الشهداء وربنا يقلل من الاحداث دي، لان هي بتاذي ناس كثيره جدا. يا رب الناس دي تفهم انه مش ده الحل. احنا السلاح بتاعنا اقوى من اي حد في الدنيا، هو سلاح القوات.